ولد الإمام علي الهادي في شهر رجب الأصب سنة 214 من الهجرة، وقد تقلد منصب الإمامة الإلهي بعد أبيه الإمام محمد الجوادي عليه السلام في 8 من عمره الشريف، فكان مثالاً آخر للإمامة المبكرة. عاش الإمام الهادي عليه السلام في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة 20 سنة، وبعد ذلك استقدمه المتوكل أحد ملوك الدولة العباسية من المدينة المنورة إلى سامراء خوفاً على ملكه ووضعه تحت رقابته، فأنزله في بداية الأمر في خان يسمى خان الصعاليق يرتاده الفسقة والقتلة ويسكن فيه المشردون والبؤساء، وكانت غاية المتوكل إيذاء الإمام واستحقاره، ولكن انقلب السحر على الساحر وتحول خان الصعاليق ببركة ولي الله الهادي إلى روضة من رياض الأنس بالله وصومعة للعاشقين والعارفين ومسجد لعباد الله الصالحين، وبعدها نقل المتوكل إمامنا الهادي إلى بيت مستقل به. كثيراً ما سعى بعض المتزلفين للخليفة وأوغروا صدره ضد الإمام الهادي عليه السلام، مما كان يدفع المتوكل إلى إرسال جنده وبعض قواده إلى دار الإمام عليه السلام وتفتيشها مراراً وتكراراً. وفي الأيام الأخيرة من ملكه، ورغم العزلة التي فرضها المتوكل على الإمام حيث أحكم الرقابة عليه، أمر المتوكل باعتقال الإمام وسجنه في سجن انفرادي خاص مع إجراء فعل قبيح فريد من نوعه، وهو حفر قبر في زنزانة السجن وتهديده بالبقاء في السجن إلى الممات. ولكن شاء الله عز وجل أن يحفظ الإمام الهادي عليه السلام من المتوكل، وأفشل محاولاته لقتل الإمام عليه السلام، وقر عين وليه الإمام الهادي فأراه هلاك عدوه المتوكل، حيث سلط عليه غلمانه الأتراك فقتلوه وهو سقران ذاهب العقل. أقام الإمام عليه السلام في سامراء 20 عاما وعدة أشهر، عاصر فيها قرابة 6 ملوك من ملوك الدولة العباسية، وظل يعاني من ظلمهم وجورهم، إلى أن استشهد فيها مسموماً بيد المعتز لعنه الله، ودفن في داره حيث مدفنه الشريف الآن. قبل استشهاده، أحضر ابنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأعطاه النور والحكمة ومواريث الأنبياء والسلاح، ونصّ عليه وأوصى إليه بمشهد ثقات من أصحابه.